انك تقوي وتطور القدم الضعيفه عندك، فدي حاجه هتخليك تقدر تتعامل مع المواقف المختلفه اللي بتتعرض لها في الملعب وتلعب تحت الضغط، وكمان هتخليك لاعب محترف ومميز عن غيرك. وعشان كده في فيديو النهارده هقول لك ازاي تحول قدمك الضعيفه من انها مجرد قدم بتمشي او بتجري عليها او بتكون هي قدم الارتكاز لقدمك القويه وانت في الملعب، لقدم تستخدمها فعلا في الماتش وتشوط وتمرر وتراوغ بيها. وكالعاده ندخل بالانترو ونبدا على طول. هذا الفيديو برعاية شلتوت أكاديمي، أول أكاديمية في مصر لتعليم أساسيات ومهارات كرة القدم بطرق وأساليب حديثة بتساعدك على فهم وإتقان كل مهارة. حجز الاستفسار تقدر تكلمنا على الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أبطال؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير، معكم عمر شلتوت وأهلا بكم في فيديو جديد. وفي فيديو النهاردة هقول لك إيه هي القدم الضعيفة واللي أنت محتاج تقويها وتطورها وإزاي تبدأ تقويها وتطورها، وفي آخر الفيديو هقول لك على نصائح بشكل عام عشان تسرع من تقويتها. تقويتها الناس بتوع اللغة العربية تقويتها صح؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو دي أول مرة ليك هنا وأنت مهتم بكرة القدم من أساسيات مهارات نصائح كرة الشوارع والكباري كرة القدم الاستعراضية، يبقى تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتضغط على الكل أو قول عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد كل يوم سبت وثلاث الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، وتعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعدنا الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. ويلا بينا نبدأ على طول. ونبدأ بأول حاجة، ويعني ايه هي القدم الضعيفة؟ القدم الضعيفة اللي هي انت مش بتمرر او بتشوط او بتراوغ بيها وانت في الملعب. فمثال، انا مثلا وانا في الملعب بشوط ومرر وبراوغ بالقدم اليمين، فبالنسبه لي القدم اليسار هي القدم الضعيفه. وضعيفه هنا مش معناها ضعيفه في القوه والعضل، لان احنا في حياتنا اليوميه لما بنمشي او بنجري او بنرفع اوزان في الجيم او بنعمل اي مجهود فبيكون الحمل متوزع بالتساوي على القدمين. طب ما كده قويه، ليه بنقول عليها ضعيفه؟ ضعيفه هنا معناها ضعيفه في التكنيك. فانت في كره القدم انت مش بس محتاج القوه، انت محتاج التكنيك، والتكنيك اهم من القوه. لو عملت حاجه بالتكنيك الصح القوه هتيجي تدريجيا مع الوقت. فانت من بدايه حياتك وانت بتلعب بالقدم اليمين ودلوقتي عندك 15 20 25 سنه، فطبيعي جدا القدم اليسار اللي انت مش بتمرنها تبقى ضعيفه لانك مش بتستخدمها ومش بتمرنها على التكنيك. وندخل على تاني حاجه، وهو ليه تقوي وتطور القدم الضعيفه؟ ما دام عندك قدم قويه وبتشوط وبتراوغ بيها وبتسدد بيها والدنيا زي الفل، ليه تقوي القدم التانية؟ تضيع وقت وخلاص؟ تعال اقول لك على ثلاث اسباب. اول حاجه هتخلي من السهل عليك انك تقدر تتعامل مع المواقف المختلفه اللي هتتعرض لها في الملعب، وبكده ثقتك هتزيد وانت في الملعب. ومثال بسيط، لو انت مثلا ناحيه الشمال وهترفع الكره فانت قدمك القويه هي القدم اليمين، فبدل ما توقف وتعدل جسمك وترفع باليمين وتكون ضيعت الوقت ويكون المدافع لح على جسمه والمدافعين التانيين رجعوا، ممكن ترفعها على طول بالقدم الضعيفه. ثاني حاجه، وان هيكون من الصعب على الخصم ان هو يقرا حركتك ويقطع الكره منك. مثلا لو انت قدام الخصم فهو مش عارف انت تتحرك يمين ولا شمال، فبكده حركتك هتبقى صعب ان هو يتوقعها، غير لما تكون قدم واحده اللي بتلعب بيها فهو عارف انك هتجري الناحيه دي بس، فهو يقفل عليك الناحيه دي وخلاص كده شكرا. ثالث حاجه، وانك باللمسه الاولى تقدر تروح في الاتجاه اللي انت عايزه، غير لو كان عندك قدم واحده قويه فانت مش هتقدر تروح غير في اتجاه واحد والخصم هيعرف انك هتروح في الاتجاه ده فيقطع الكوره منك. من الاخر كده يا صاحبي، هتكون لاعب خطر دينجرس والكل هيعمل لك حساب في الملعب وهيخاف منك. كلامتك كاتك. ندخل على ثالث حاجة بقى، وهو ازاي تقوي وتطور القدم الضعيفة بسرعة عشان تقدر توصل للقدم القوية، ويبقى عندك تو سترونج فيت، اتنين قدمين اقوياء قوة. مش عارف. الإجابة المختصرة والسريعة واللي هتسمعها من أي حد وهو يقول لك مرنها كتير. طب تمرنها كتير ازاي؟ فتعالى أقول لك ازاي تمرنها. أول حاجة هو الفيميلاريزيشن، وهو التعود على لمس الكرة بالقدم الضعيفة، وده هنقدر نعملها على كذا نقطة. أول حاجة، وأنت قاعد في البيت طول اليوم تبدأ تتحرك بالكرة في البيت بالقدم الضعيفة بس حاسب لك كسر أي إزاز في البيت. تاني حاجة، وانت رايح لمكان التمرين تاخد الكرة معاك وتبدأ تحركها بالقدم الضعيفة بس، وتعمل بيها مراوغات بالقدم الضعيفة بس كل شوية ارفع راسك وبص على الطريق عشان ما تخبطش في حاجة.
وبعد ما توصل لمكان التدريب خلاص ومع العلم انك تقدر تعمل الحاجات اللي بقولها كلها في الفيديو، وعشان كده هتلاقي في وصف الفيديو مكتوب ازاي تقوي وتطور القدم الضعيفه في المنزل. فتالت حاجه وهي التنطيط، هتقدر تنطط واحده يمين وواحده شمال، ولو مش بتعرف تنطط الكوره بالقدمين بالطريقه الصحيحه فشوف الفيديو اللي عملته عن ازاي تنطط الكوره بالقدمين بالطريقه الصحيحه، وهتتعلم التنطيط في وقت صغير ان شاء الله ممكن في اقل من اسبوعين. هتبدا تنطط واحده يمين وواحده شمال، ومع الوقت هتزود التنطيط بالشمال تدريجيا، بمعنى انك هتجيب 2 شمال وواحده يمين، وبعد كده 3 شمال وواحده يمين، وبعد كده 4 شمال وواحده يمين، وبعد كده 5 شمال واحده يمين، وبعد كده 6 شمال وواحده يمين، وهكذا. وبعد كده هتبدا تنطط بالشمال بس، هتبدا تنطط بالشكل ده، وبعد كده هتبدا تنطط بالشكل ده، وبعد كده هتبدا تنطط بالشكل ده، وده الاصعب واللي هيساعدنا في استلام الكره بالقدم الضعيفه. ولما تخلص الحاجات دي هتفرج على فيديوهين وهتعمل التمارين اللي قلت عليهم، وتبدا تمرن القدم الضعيفه اللي انت لما جيت تتمرن مرنت القدم اليمين بس ولقيت الشمال ما كانتش كويسه فسبتها خالص، فارجع اتمرن على القدمين اليمين والشمال. رابع حاجه هتعملها وهي تمارين التحكم والاحساس بالكوره، هتلاقي فيديوهين على القناه فيهم 40 تمرين للاحساس والتحكم بالكوره، فيديوهين مهمين جدا ولازم اي لاعب يبدا بيهم في كره القدم. والتمارين دي مش بس هتساعدك انك تعود على لمس الكوره بالقدم الضعيفه عندك، ده كمان هتساعدك في المراوغه وهتساعدك في حاجات كتير جدا في الملعب، ومهم جدا انك تشتغل على التمارين اللي في الفيديوهين دول، وفي فيديوهات ثانيه مستقبلا ان شاء الله تمارين أصعب من التمارين اللي في الفيديوهين دول. وبعد ما خلصنا الفاميلاريزيشن او التعود على لمس الكره بالقدم الضعيفه هنخش على تاني حاجه، تاني حاجه وهي تمارين استلام وتمرير الكره. هبدا اول حاجه بالتمرين ده وهو تو تاتش، انك تستلم وتمرر تستلم وتمرر. ولو مش بتعرف تستلم وتمرر الكوره بالطريقه الصحيحه فشوف الثلاث فيديوهات دول وهيساعدوك انك تستلم وتمرر الكوره بالطريقه الصحيحه. وبعد كده هتدخل على الوان تاتش، هتدخل على الدايركشنال تاتش، والتدريبات دي كلها موجوده في فيديو افضل 10 تمارين منزليه لتحسين استلام وتمرير الكرات الارضيه. ثالث حاجه وهي دقه الشوط. طب ليه ما فيش قوه الشوط؟ لان انت عندك القوه فعلا، انت ناقصك التكنيك عشان تقدر تشوطها بدقه، والقوه كده كده اصلا موجوده عندك. فمثلا لو انت في ملعب هتعدي الكوره مثلا 10 يارده 12 يارده وتحاول تجيبها في العارضه تعمل كروس بار او تحط تيشرت وتحاول تنشل عليه، ومع الوقت هتزود المسافه تدريجيا، وبعد كده هتدمج الدقه مع القوه. فهتبدا الاول والكوره ثابته على الارض، وبعد كده والكره بتتحرك، وبعد كده وانت بتعمل فيك شوت او مهارات سهله، وبعد كده وانت بتعمل مهارات معقده. طب فاصل كده سريعا ونواصل قبل ما ندخل على النصائح اللي هتساعدك تزود وتسرع من تقويه القدم الضعيفه. في فيديو يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله جوائز ال 10,000 مشترك كشكر لدعمكم المتواصل والمستمر، وبناء على رغبه احد المتابعين فان شاء الله يتم فتح الدعم المادي للقناه عشان نقدر نستمر في تقديم هذا المحتوى. فهبقى في فيديو من الخميس القادم ان شاء الله عن ازاي تدعم القناه ماديا وازاي تدعم القناه غير ماديا، وهنتكلم عن ميزه الانتساب للقناه وايه المزايا الاضافيه اللي انت هتاخدها لما تنتسب للقناه. تعال بقى ندخل على النصائح اللي هتساعدك تقوي وتطور من القدم الضعيفه بسرعه. نصيحة مهمة جدا وتعتبرها جولدن تيبس وانت بتمرن القدم الضعيفة اي تمرين، ناخد مثال مثلا على التو تاتش، هتفضل شغال بس بالقدم الضعيفة، اعمل بالقدم الضعيفة 3 مرات والقدم اليمين مرة، ودي لسببين اساسيين. اول سبب هو انك هتخف الحمل شوية من على القدم الضعيفة عشان ما يحصلكش إصابة، فهتريحها بالواحدة اللي هتعملها بالقدم القوية. ثاني حاجة وإنك هتساعدك تعرف التكنيك الصح، فلو أنت كنت بتمرر الكورة بالقدم القوية صح فهتساعدك إنك تنقل التكنيك من القدم القوية للقدم الضعيفة، فمهم جدا هنا إنك تنقل التكنيك، مش تعلم التكنيك من الأول بالقدم الضعيفة، أنت عندك التكنيك بالفعل في القدم القوية، فتنقل التكنيك من القدم القوية للقدم الضعيفة، وده هيسرع من عملية تقوية وتطوير القدم الضعيفة. فأي تمرين تعمله اعمل 3 بالقدم الضعيفة وواحدة بالقدم القوية، وعشان تقدر تنقل التكنيك صح فهتجيب الكوره وتبصيها بالقدم القويه فتشوف حركه جسمك وحركه ايدك كانت عامله ازاي، وبعد كده تجرب بالقدم الضعيفه وتشوف حركه جسمك ورجلك وايدك كانت عامله ازاي، وتشوف الخطا اللي بتعمله في القدم الضعيفه وتصلحه. فمثلا لو هتيجي تشوط الكوره فتقدر تشوف باليمين كده وتشوف حركه ايدك وجسمك،
وبعد كده تشوف بالشمال فتشوف يعني رجلك بتحرك ازاي، ايه الحاجه اللي انت عملتها غلط وتصلحها. مش هتعرف تشوف انت بتعمل بالقدم الضعيفه بالتكنيك الصح ولا لا غير لما تصور نفسك. فصور نفسك وقارن. تاني حاجه، وانك تمحي كلمه القدم الضعيفه من كلماتك، ودي حاجه بقولها لاي حد بيتمرن معايا في اول تدريب. لما يقول القدم الضعيفه اقول لا، مفيش حاجه اسمها قدم ضعيفه، عندك قدم يمين وقدم يسار، لان انت طول ما بتقول عليها قدم ضعيفه فكل ما تيجي تعمل حاجه تقول لا ضعيفه ومش بتمرنها، ولما بتمرنها بتبقى حد في دماغك ان هي قدم ضعيفه وعمرها ما هتبقى قويه، وبالتالي مش هتبقى قويه. فالحل انك تقول انك عندك قدمين، قدم يمين وقدم يسار، والاثنين بنفس القوه، ولو في واحده منهم اقل قوه من الثانيه فانا بشتغل على نفسي عشان اقدر اوصلها لقوه القدم الثانيه. فانت عندك قدمين، قدم يمين وقدم يسار. وتعالى اقول لك على حاجه، انت اللي خدت القرار انك تدي اهتمام لقدم اكتر من القدم الثانيه، وانت اللي خدت القرار انك تدي لمسات وتمريرات وتسديدات اكتر لقدم عن القدم التانية، وانت اللي خدت القرار انك تهمل القدم التانية. ودلوقتي انت لازم تتخذ القرار انك تخلي القدمين نفس القوة ويبقى عندك تو سترونج فيت. تالت حاجة هو انك تقوي قدم الارتكاز، فعشان انت من صغرك بتلعب بقدم واحدة فالقدم التانية اللي هي قدم الارتكاز هتلاقي فيها البالانس اقوى والقوة اكتر، فلو انت كنت تلعب باليمين فالقدم الشمال هتلاقي فيها البالانس اكتر والقوة اكتر من القدم اليمين، فهتحتاج انك تقوي قدم الارتكاز لان معظم القوة في التسديدات والتمريرات بتيجي من قدم الارتكاز. هتبدأ تشتغل على قدم الارتكاز وهي اليمين في الفيديو ده على ثلاث حاجات. اول حاجة وهي السترينث، وهي انك تعمل لها تمارين تقوية سواء تمارين بدون اوزان او باوزان او باستك المقاومه. وتاني حاجه وهي البالانس، تقدر تدربها على البالانس او الاتزان. تالت حاجه وهي الفليكسابيليتي او المرونه، ودي هتتم عن طريق الاطالات. رابع حاجه هو انك تقوي الانكل، سترينث يور انكل، وده هيساعد قدمك انها تتعود على التكنيك بسرعه وهتساعدك في تقويه وتطوير القدم الضعيفه بسرعه. واكيد مش محتاج اقول لك انك لازم تتمرن على الحاجات اللي قلتها في الفيديو دي كتير جدا، وتبدا تعتبرها حاجه اساسيه في تمريناتك، وكل ما تيجي تتمرن على اي مهاره تعملها باليمين والشمال. هتجري بالكوره تجري باليمين والشمال، هتباصي الكوره تباصي باليمين والشمال. فالتكرار التكرار 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 كده، اربعه كمان واحده التكرار. وتحدي فيديو النهارده هو انك تعمل مهاره فريستايل بالقدم الضعيفه، ودي حاجه كده ليفل واحد. فلو قدرت تعمل اي مهاره فريستايل بالقدم الضعيفه عندك صور نفسك فيديو وابعت لي الفيديو، وهكون موجود في اول فيديو القادم باذن الله. وعرفني بقى تحت في التعليقات عشان الكل يستفاد ايه هي افضل طريقه من وجهه نظرك لتقويه وتطوير القدم الضعيفه. ولو انت استخدمت طريقه قبل كده عشان تقوي وتطور القدم الضعيفه عرفني تحت في التعليقات عشان الكل يستفاد. واتمنى يكون الفيديو عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو مع اصحابك في الملعب عشان يستفادوا زي ما انت استفدت. تقدر تتفرج على سلسله تعليم اساسيات ومهارات كره القدم من هنا، وسلسله نصائح كرويه لتصبح لاعب كره، وسلسله نصائح كرويه لتصبح لاعب كره قدم محترف من، وسلسله نصائح كرويه لتصبح لاعب كره قدم محترف من هنا، وتعمل اشتراك في القناه من هنا لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت، واشوفك في الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.